يعني حضرتك منوط بالملف يعني القضايا الخارجية والعلاقات الخارجية، وده ملف طبعا في الفترة الأخيرة لنادي الزمالك حساس جدا، فعايز أعرف من حضرتك رؤية حضرتك إيه للملف ده؟ بصي وحضرتك، هو الأصل طبعا يعني أنا أساسا مش محامي، أنا بشتغل في القطاع المصرفي يعني، والأصل في الموضوع أن ما يكونش في قضايا موجودة. ده هو ده الطبيعي، أن احنا لما بيبقى عندنا تعاقد مع لاعب أو مدرب المفروض التعاقد ده بينتهي بطريقة مرضية، سواء كان بقى احنا جبنا لعيب ما توفقناش فيه فبننهي العلاقة دي بطريقة مرضية. الحقيقة على مدار السنين اللي فاتت، يمكن على مدار 10 سنين، علاقتنا دايما مع اللاعبين أو مع المدربين دايما بتنتهي في أغلب الأحيان بشكل لا يليق بنادي الزمالك. وبالتالي الحاجة اللي دايما كانت غايبة عن الإدارة إن لو لعيب موقع عقد مع النادي او عنده تعاقد مع النادي، بغض النظر بقى طريقه الانهاء ايه، لو الانهاء ده تم بطريقه غير مرضيه، اللعيب او المدرب لازم هياخد فلوسه. يعني في الاخر وفي الاول مهما الوقت طال، اللعيب او المدرب لازم هياخد فلوسه. ليه؟ لان في جهات قانونيه اللعيب بيلجا ليها، الفيفا، وبيلجا لمحكمه التحكيم الرياضي. فاحنا للاسف الشديد احنا عايشنا 10 سنين من المشاكل فيما يتعلق بقضايا في الفيفا او في محكمه التحكيم الرياضي، وما تعلمناش من الغلطات. يعني ممكن نكون غلطنا مره، ممكن نكون غلطنا مرتين، بس لما يبقى عندنا، احنا لما دخلنا اللجنه في مايو 2021، انا فوجئت ان عندنا 14 قضيه، يعني ما بين الفيفا وما بين محكمه التحكيم الرياضي. حجم المطالبات كان 18 مليون دولار. والحقيقه انا لما دخلنا النادي، برضو انا مش محامي، بس لما دخلنا النادي علشان نتحصل على ورق هذه القضايا، طريقه حفظ الورق في النادي وطريقه حفظ الملفات في النادي، الحقيقه انا تعاملت مع المحامين مباشره، انا اقدر اجيب الورق واقدر ايه اكون الملفات اللي تتعلق بقضايا. بس طبعا هو 10 سنين كان فيهم تراخي شديد، كان فيهم اهمال شديد، كان فيهم تعامل مع الملف اللي هو في منتهى الخطوره بطريقه يعني فيها جهل وفيها اهمال. فإن شاء الله بإذن الله أعتقد يعني إن المستقبل هيكون قصة القضايا دي مش هتكون موجودة. أعتقد إن المجلس، أي مجلس منتخب هيجي، هيبقى عنده الفرصة إنه يتفاوض مع اللعيبة أو المدربين بطريقة، سواء كان بننهي تعاقد أو بننهي عقود معينة، أو بطريقة هي إيه أقرب للتراضي، بحيث إن ما يبقاش فيه أي التزامات تبقى على نادي الزمالك في المستقبل. يعني في سياسة جديدة، سياسة ان احنا يعني مش اللي هو اللاعب خلاص مش عايزينه فخلاص مالناش دعوه بيه، هنتراضى ونفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين يعني. لا، هو الحقيقة حضرتك الوضع اللي كان موجود هو الوضع الغير الطبيعي. اي حاجة غير كده هو طبيعي. احنا حضرتك في، انا لما بروح اشتغل في مكان، ممكن المكان ده يبقى مش مبسوط من ادائي، فيقول لي خلاص احنا هننهي العقد. فطبيعي جدا هو بينهي العقد، بيديني مستحقاتي، بيديني حقوقي، كل واحد عليه حقوق وعليه حقوق وعليه التزامات. فاعتقد ان اللي جاي مستحيل هيبقى زي اللي فات. يعني الناس اللي موجوده، سواء كان بقى المرشحين كلهم، سواء كانت القائمه الموحده او غير المرشحين غير القائمه الموحده، اعتقد عمرهم ما هيبقى عندهم نفس السلوك اللي كان موجود للايه للاداره السابقه.